السلام عليكم متتبعي جريدة صوت العدالة. جينا نسولو المواطنين على واش الى شي نهار اصبح غني شنو هو اول عمل خيري غادي يديرو. بغيتو تعرفوا التفاصيل تابعوا معنا. نشوفوا شي حد من الشباب شي حد من شي اول خير اللي ان شاء الله الدوار هذا اللي عندنا هنايا ما الطرقان ما كاينينش مزيان جيتي تشوفي كلشي بعينك هنايا تركي جيتي بالطوموبيل كاع الا جيتي دابا في الشا الناس تيدوزو من هنايا شكون اللي غيدوز دابا من هنايا فوق الشا بنادم تيضرب تماره هنايا وكذا انت يا اختي دابا تشوفي بعينك الضو هنايا ما كاينش الناس مساكين هنا مكرفسين فوق الشا هنايا الطريق ما كاينش اللي تيدوز تيلبسوا الباط يشري بنادم سبرديله ولا بدرهم سكين باش يتقاتل باش يشريها ولا اي باش يلبس قدام بنادم وفي التالي تيجي من هنا اللي تيوصل للشانطي كامل مغيط تمشي تيوي تمشي للطاكسي مكناس خصك تدي معاك البطن حتى كون تيران هنا يكون شي وزير اللي يخدم هاد الدراري هادو بحالي انا راه ما عنديش راه الله غالب اللي جاب الله تبارك الله تنخدمو فهمتي نعم تمشي تخدم عند بنادم 70 درهم تتبقى من الفجر وانت خدامه حتى الصباح حتى للجوج وانت خدامه ب 70 درهم تجي للدار تيقول لك خصك هادي واش بزاف هادشي نعم مثلا شي وزير ولا شي حاجه المهم بنادم فين يخدم اليد العامله الشباب فين يخدموا ما كاينش اليد العامله ما كاينش فين تخدم هادي اول حاجه هادشي اللي كيبان لي المهم تحيه المهم تحيه للجريده صوت العداله المهم كنتمنى ماشي انتم الاولين وكنتمنى يجيو شي واحدين اخرين عاوتاني ويسول باش تولي البلاصه باش تولي معروفه كنتمنى توصل ماشي انتم اول واحدين بعدا اول واحدين كنشوفوهم هو انتم وكنتمنى تجي شي واحده اخرى ومنكم.